سعيد الناصري الرئيس الوداد البيضاوي. هذيك السلعه ديال الحشيش اللي قاو 40 طن في الجديده ديالو ماشي ديال البزناز، هو كان كيصيفطها بسميه ديال البزناز لموريطانيا. هذاك سعيد الناصري وكان كان كيبروطي في البزناز، تيبيض له الاموال وداله المحزوز ديالو من تعتقل الاخر، داله المحزوز ديالو كامل. قول هو الدوله سعيد الناصري. والسلعه ديال الحشيش اللي تلقات 60 طن اللي تلقات في الجديده عفوا اللي تلقات في وجده في الفيرماد وجده، هذيك ديال البعيوي اي باش تعرفوا ان قاو سلعه اخرى في الكواتس ديال الكوره، الكواتس ديال الكوره قاو رموك الكواتس ديال الكوره بين تيساكدو ما قال لك الكواتس. سعيد الناصري في كازا قاو عنده في معمل في الدار البيضاء قاو عنده كاميو رموك ديال الكواتس عامرا بالحشيش، كان مصدر من افريقيا هذوك الكواتس حتى هذوك نقولوا ديال بزناس الصحراء ديال سعيد الناصري، وداك المعمل ديال سعيد الناصري ومقابلو ولدو حتى ولادو راه مشدودين مع سعيد الناصري، هادشي ما تيقولوش. سعيد الناصري قاو عنده من 2015 البلانات تينزلو عليه، هما جالسين محافظين عليهم، انا فوجيتيف عليه 200 بلان، 200 بلان اللي على سعيد الناصري كاع شاري من كازا حتى الجديدة كله تما تيبيع. ودوك المرالات اللي كانوا في هشام البوليسيين اللي قتلوا هذوك الارهاب، المرالات اللي ما بين الجديده وبين كازا ديال سعيد الناصري، والقرقوبي اللي كيتباع في كازا ديال سعيد الناصري، والغبره اللي كتباع البيضه في كازا ديال سعيد الناصري. اللي قتلوا هذوك الغباره في كازا قالوا لهم ها منين كنجيبوا السلعه بسمي سعيد الناصري عطيه لوحدين اخرين وعطيه هو تيبين راسو ماشي هو المعلم ديال سعيد الناصري. دابا طنجة الشمال وتطوان ما بقاتش فيه الغبرة البيضاء، بغا هو كيجيبوها من مدينة الدار البيضاء الغبرة البيضاء، فهمتيني كلشي سعيد الناصري كان يخربق العالم، كانوا بغاو يديروا لنا انقلاب ومصاحبا مع جزائريين، هو والبعيوي رئيس الشرق الكابرانات الجزائريين هما تيقول لهم دخلوا تيدخلوا لنا القرقوبي، هما اللي دخلوا لنا البوفا، هما اللي دخلوا لنا النكستا. النكستا ما بقاش الدور منين تعتقل الناصري وتعتقل البعيوي، النكستا ما بقات، البوفا ما بقاتش قلالت، الغبره البيضاء حتى هي قلالت، قتلوا عباد الله الغبره البيضاء وتيدقوا معها القشور ديال الحوت ودفعوا الناس وجرحوا لنا النيف ديالنا وجرحوا لنا الكبده والريه. كلشي ديال سعيد الناصري، سعيد الناصري لو فوجيتيف الهارب 15 عام هو محتفظ، هو اللي السلعه ديالو منين تقبض سكوبر الصحراء ولا كيصيفط سلعته، متفاهم مع دوك الناس معارف معاهم. سعيد الناصري، سعيد الناصري هو اللي كان كيخلص الطريق بعض شي موظفين، هو اللي كان كيخلص السكانير باش ما يجبدش الرموك ديال الغبره. سعيد الناصري هو اللي كان كيخلص بعض شي بوليس وبعض شي مسؤولين تيخلصهم باش يخليو الحشيش دوز لافريقيا، الرموكات ويدوزوا الكاميونات ومتتعتقل الحشيش ما تيبقاوش البلانات، تيخليهم على واحد مسكين هي حرايفي، تيخليهم على واحد مسكين تيبيع 50 كيلو 40 كيلو عقنا بكم. البورطابلات المحزوز كامل كاينه السميه ديال الناصري في البورطابل ديالو، البيع والشراء ديال الناصري، وشحال قابض العربون وشحال مصيف التسلا وتيضرب المود باص الحشيش دكرامات تيقول له ها هي فيها التنبر ديال الكريمانطي، ولا الحشيش العاديه تيقول له ها هي فيها قشور ديال الفول، فهمتيني تيضرب المعنى بالمود باص فرعونه هلكونه. هادو كنتمناو لهم 20 عام 20 عام ويديوها ان شاء الله، ان الحيازه والتجاره والابتزاز. وسعيد الناصري فري كان داير الكاميرات في الغرفات ديالو باش يقبط لهم البروفات مافيا صحيحه. سعيد الناصري، سعيد الناصري كان داخل في التجاره والبشر، قالتها استاذ الخياري المحاميه، تبيع الكلاوي ويبيع الريه ويبيع الكبدات بنادم والمائده بنادم، في الطبيب متفاهم داك الطبيب ديال العظام ديال الوداد البيضاوي داير له عياده هو وياه بالنص، اللي دخل تما وقف الدم
البي الدم ديال البي تعطي لكلش مزيانه ديك الكلوه. اي تقول له عندي الدم النوع بي تيدخلوك واخا في كاين في كاين السخانه في كاين بحمرون. اي تقول لهم عندي النوع ديال الدم بي غادي يدخلوك للبيكوره. وهذا هو اللي كاين اخوتي اخواتاتي العزاز. يلا اجي اخويا سعيد النصيري راه هو اللي كان على شويه ديال انقلاب البلاد هو الوداد البيضاوي. شكون هذا الوداد البيضاوي؟ تنحترموها تنحترموا الراجل. شكون تكونوا نتوما في مقد الله؟ نتوما كي نتوما اللي كتلعبوا الكره في المغرب. كاين الكوكب مراكشي، كاين الجيش الملكي، كاين كاين الكواري، كاين كاين طنجه، كاين تطوان. حتى تطوان دايره بالتبزنيز تا طنجه قرطناها البزنازه اتحاد طنجه. حماقوش علينا حماق حماق الحياه عذاب الحياه عذاب. ما تخبطش الزامل ولاد القحاف. صافي اخويا طفي.